بأول وقفة من واتس أن أم تي في رح نحكي عن مسلسل خمسة ونص يلي يعني أخذ فعلا ضجة كتير كبيرة، ممثلين كبار، إنتاج ضخم وإخراج رائع للمخرج فيليب أسمر. خمسة ونص عم ينعرض يوميا على الساعة 10:30 المساء من بطولة نادين نسيب بن جيم، قصي خولة معتصم النهار بالاشتراك مع رفيق علي أحمد، رولا حميدة، سينتيا صموئيل، كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر. رح نشوف مشهد صغير من خمسة ونص ومن تابع. من زمان بجي لهون، كتير بحب هالمطرح، بريحني، كب كل زعلة عصيبة، بعيط، بصرخ، ببكي، بفكر، بحلم، لا حدا شايفني ولا حدا سامع شي. أوقات بقعد ساعات هون لوحدي لحد ما روق، بعدين برجع على بيتي وشغلي كأنه ما في شي. كرمال هيك حبيت جيبك لهون، حسيتك متضايق، يمكن عبالك تبكي، قلت يمكن ترتاح مثل ما أنا برتاح كمان. هلا أنا بعرف تماماً شو يلي إله سنين قاهرني، وبعرف منيح شو يلي بريحني مع الأيام، بس أنتي شو يلي كل هالقد مزعلك من الدنيا؟ شي بيشبه يلي مزعلك، بس أنا بعرف إنه أنت مش بس مرض بيك يلي مزعلك، صح؟ قصة أمي صرتي بتعرفي فيها تقريبا، هو البلد صغير ما في شي بيتخبى. معك حق، بالمناسبة مثل ما قلتي القعدة هون فعلا بتريح النفس. لكن خمسة ونص بحلقة جديدة الليلة على الساعة 10:30 المساء. بذكركم بشبكة برامج شهر رمضان المبارك على شاشة الام تي في، عيشوا كل غيرة يوميا على الساعة 5:30 بعد الظهر، يعني اقلاق راحة مع كميل أسمر، مقالب فعلا بتخلينا نحن كمان بالبيت انه نعصب منه. فظيع فعلا كميل أسمر كيف بيقدر يخلي الناس انه يطلعوا من تيابهم ويصير في معهم هالمشاكل. انت أدى بينعرض يوميا على الساعة 6 المساء مباشرة على الهواء الليلة مع الفنان وديع الشيخ. انت أدى بحلة جديدة اكيد بيجمع دايما الالعاب والحوارات الفنية بفقرات سريعة، وأكيد بكل يوم من أيام رمضان المبارك عم بيكون في ضيف جديد، إعداد وتقديم محمد قيس وإخراج ناتالي غلام. رجوة ونجوة برنامج جديد وفريد من نوعه بينعرض يوميا على الساعة 7:30 لمدة 10 دقائق فقط. أضيوف رجوة ونجوة على الهواء هن وجوه سياسية وإعلامية وفنية بارزة، وضيف الحلقة من برنامج نجوة ورجوة على الهواء على الساعة 7:30 المساء الوزير السابق مروان شربل. الهيبة الحصاد يوميا على الساعة 8:30 المساء بأحداث جديدة وتطورات جديدة بطولة تيم حسن وسيرين عبد النور. أنت مين بينعرض يوميا على الساعة 9:30 المساء بطولة أو مع كارين رزق الله وعمار شلق، وبطولة جوليا قصار، نقولا دانيال، أنجر ريحان، عايدة صبرة، شرب الزيدة، والممثل القدير أسعد رشتين. منذكر بأنه أنت مين قصة وتأليف كارين رزق الله وإخراج إلي حبيب. هيدي كانت لمحة سريعة عن البرامج اللي موجودة كلها على mtv.com.lb وعبر أبليكيشن الام تي في. وقفة صغيرة ورح منتابع مع باقي فقراتنا، خليكم معنا.